لبناني براودلي، صرني بالامارات 11 سنه، اشتغلت مع براندز مثل فوشون، ميزون دي شوكولا، فتحت بدبي مول وبالكويت وبالدوحه، واشتغلت كولابوريشن مع ارماس بدبي مول كمان وبالكويت، فتحت لهم مثل هاب لحتى يعملوا offering very premium dessert للفي اي بي كاستمرز تبعهم. كونسبت هو نحن مننا ريتيل 100%، نحن اتس ا بيك هاوس، بنشتغل بيزد اون ديماند، يعني العالم تطلب الديزرت تبعها 24 hours in advance وبيجوا بياخذوهم بيك اب ذا سكند داي فريش فروم ذا لاب. ذا ايديا از وي wanted تو كرييت ا ديستنيشن للعالم اللي بدبي هون، ومثل ما عم تشوف نحن كل شيء بنعمله فريش افري داي، يعني وي دونت ريسايكل، وي دونت فريز، وي دونت ستور فور لونج تايم، لانه الكونسبت هو انه العالم يجوا لهون ياخذوهم فريش اند انجوي ذا ديزرت ذا سيم داي. تعرف كرواسون هي اهم شيء الكواليتي تبعها تكون فليكي، نوت تو باتري، نوت تو جريسي، لما تاكلها تحسها خفيفه، ات ذا سيم تايم كرانشي، بتقرمش وحلوه. سو ذا ايديا هي بنقص حبه الكرواسون مثل الباكيت، نفتحها من أربعة أشهر كل دبي حكيت عن هالبيستري شوب أو بيك هاوس اسمه كايو. فكرت رح أوصل شوف باتيسري، شوف ديسبلاي، شوف إشياء مثل ما نحن معودين نشوفهم بكل بلدان العالم، بس لا، هي طاولة واحدة سمعين الصدى، محل كتير كتير صغير. الفكرة تبعه يو أوردر أونلاين، بتوصلوا بتخدموا وبتضلكم ماشي. كريم برجمين واحد من أعظم البيستري شيفز اللبنانية بالعالم، مشهور كتير، شاطر كتير، قوي كتير، وفينا خبركم صار بتبلشوا بترويقة هيك الكرواسون سوبر فليكي، القرشة من برا واضحة، صوته عظيم، الهواء من جوا كيف بدي أقول، يعني فيري ايري، فيه هواء مثل ما لازم، كل بابل أكبر من الثانية، ومعبى بشو؟ ببوفالو موتزاريلا أوليف أويل، وهيك ببلش المشوار. هاي شو هاي؟ بلند بين فرنسا ايطاليا، واو، بطري من برا، فيري ريفريشنج اند كولد من جوا. كونامان اتس سبيشاليتي بريتون كرواسون، بس اتس كاراميلايز ان ذا اوفن، اتس راوند شيب، مخبوزه بالفرن، ما مقليه بالزيت، ما في زيت، ما في شيء، يعني كلها فول اوف باتر، فيري فليكي، ات ذا سيم تايم اتس سوفت، وعندنا قشره كراميل من برا. سو حنقلبها على ظهرها، حنعمل سمول هول بالشكل، حناخذ الكريم بروليه فاني. كريم بروليه فاني هي معموله ان هاوس، مثل ما تشوف الفانيلا كلها من مدغسكار. حنعمل انجكشن كريمه، لازم يكون شوي فانيلي، نرجع نقدمها بهذا الشكل للزبائن. نيلز فيفرت ديزرت، فهلا رح تحضر الفيديو وتقول لي كان لازم اروح معك على دبي، بتحبه كثير اساسا، هو فينا نقول مثل a different version of an upscale croissant. كميه الزبده اللي موجوده فيه هو شوي لايت، يعني مثل ما عم نقول، بس الحشوه اللي محطوطه جواته بتعطيه غير، بتاخذه تو different level. عندنا قرشه من تحت بتلزق نكزه على السنين، بتعطيها شوية sweetness، وبعدين من فوق فليكي بتزقزق سقف الحلق، واكيد بتحط ضحكه على الوجه. قبل ما بلش دوق، فيني اخبركم انه مكتوب القرم من عنوانه. مع انه في كراميل، مع انه في سكر، مع انه في كريم، سكرها كثير خفيف، سويتنس سوبر خفيفه، بتغنش لحسيس، يعني مش معقول، امبرسيف. اخترعنا شيء اسمه بيتزا باف للعالم اللي بدها سيفوري، واللي هي ما بدها تيجي تاكل بس ديزرت او سويت. سو اخذنا عجينه الكرواسون عملناها بشكل بابيون،
مثل هيك في باكيت بالنص. بنعمل التوميتو صوص ان هاوس سان مارزانو بنجيبه من ايطالي التوميتو. سو بنحط لها التوميتو صوص بالنص. عملنا الايطاليان فيرجن اوف بيتزا هي شوي روفيزيتي. نحط نايس اماونت اوف تشيز. بنرجع كمان بنحط لها بالنص شويه سان مارزانو. ناخذها twice baked in the oven. سو انخبزت اول مره وانا هرجع اخبزها مره ثانيه لحتى الجبنه تدوب وتصير عندنا نايس بالانس بين ذا كرانشنس اند ذا كريمنس اوف ذا تشيز. اسمع القش سوا. رح اخذ معي دزينة للاولاد ودزينة للطريق. قديش شكلها حلو ودي بسيطة. شو الكريم تبع الطفولة هي لعبة سموه في سموه جو دو تكستور. لعبة بين جوا شو الاحساس وبرا شو الاحساس والقرشة بالنص. سوفتنس سموزنس منا دلعة في سكر كتير. هنا قصيتها بالنص فيه لانه نص لإلي ونص للشباب. باتيسري لإلي هي اول شغلة تشتغل بحب وتشتغل بانجريديون مواد اوليه تكون توب توب كواليتي لحتى الواحد يقدر ياخذ نتيجه روعه. فكمان بدها شوي تضحيات القصه منا انه بالاول كل شيء صعب بس بعدين لما الواحد يوصل ويصير عنده هالاكسبيرينس الحلوه ويقدر يعطي ويعمل بارتاجي السافوار فير تبعه مع العالم ما في احلى منها. بحس حالك انه ملك الدنيا. هيدا التيراميسو الكاركتيرستيك تبعه انه ما في بقلبه الكريم ماسكربون رح نحطها فوق ما فيها بيض دونك فيها فريشور اكثر فيها مور لايت. سو هلا عم نحط الكريم ماسكربون وقبل كنا عم نحط كريمو كافيه هيك عم يطلع لنا كونتراست الوان كثير حلو. كيو سيجنتشر هو اكثر كيك بينباع عندنا هون. هو ذاتس واي سميناه على اسم المحل. هو عباره عن موس شوكولا نوار في عندنا كريم شوكولا اولي في عندنا بسكوي فوندون شوكولا كثير سوفت وفي عندنا كروسيون براليني نوازيت. هيدا اسمه ترافل كيك او جاتو فواياج اللي هو كيكه السفر. الفكره منه انه شلف لايف تبعه طويل وما بده براد ما بده فريزر ما بده شيء. سو واحد بحطه بالباكجينج تبعه او بالكونتينر في يبعته للاولاد مع الاولاد على المدرسه في ياخذوه على بيكنيك على بارك في يسافر فيه 12 ساعه على 24 ساعه بالطياره ما بيصير له شيء وما بده براد. ويو كان سلايس ات اني تايم يو ايت ات ويز كوفي تي بيرفكت اند اتس ريلي ريلي جود.
الفكرة بلشت انه بكايو كان يجينا كتير walk in people وما عم يقدروا يقعدوا بالمحل لانه ما عنا seating area. وهون حد كايو كان في محل كان في بيتزارية بقلبه, so they left the shop and immediately the idea came انه ناخد المحل ونعمل هيك مثل nice seating area مع كافي شوب لانه it's matching the concept of كايو. so بياخدوا dessert مع كايو بيجوا بيقعدوا هون بيشربوا قهوة و very good quality of coffee. هون عنا الكلاسيك تراديشنال فوكاشا, very low in yeast, high fermentation. عملناها slow fermentation 2 days 48 hours بالفريج, وهلا صار وقت لحتى نطبخها على نخبزها بالفرن. بس قبل ما نخبزها في شوية topping لازم نحطهم عليها, اللي هن الاوليف اويل الفوكاشا should be really rich in olive oil. شوية روزمر عليها, ما كتير بس هيك ليعطيها طخفان حلو. أهم شيء بس ما نخبزها بالفرن كتير سخن, ولازم يكون في بقلبه ستيم فابور لحتى تعمل عنا كروت من برا and soft من جوا. الصوت أساساً ببلش من الصوت, وقفتها محمصة من تحت قد ما فيها زيت زيتون, مخمرة 48 ساعة فيها هواء جوا, يعني بتحسوها يمكن أطرى من التخت تبعكم بالبيت. مش بس هيك ظهرها هلأ من الفرن. إذا بتحبوا الطرف فيكن تاكلوا الطرف, وإذا ما بتحبوا الطرف فيكن تاكلوا من النص. زيتاتها بيلمعوا على الإيدين, باينين جوا شوية أخضر, وهيدي شو بدها, او مثل ما هي او هيك. لك هيك على الطريقه اللبنانيه مع اللبنه والزيت زيتون والعده كلها سوا. نهار رائع, ترويقه عظيمه, اشخاص بتعقد, وهيدي انا محملها معي وراح فيها على البيت. يلا باي, انت عم تجي.